قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. وزير الصحة أيتس طالب يرعب المغاربة بهذا التصريح على العودة إلى الحجر الصحي. دعت وزارة الصحة أمس الأربعاء مجددا المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية الرامية إلى وقف انتشار جائحة كوفيد-19. وقال السيد أيتس طالب في تصريح صحفي: نحث المواطنات والمواطنين على الالتزام بالتدابير التقييدية التي تعد جد هامة، مؤكدا أنه سنضطر إذا اقتضى الأمر إلى العودة مرة أخرى إلى تعزيز القيود، والذي سيكون له تأثير سلبي على عدة قطاعات. وأضاف الوزير أنه مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي خلال اليومين الماضيين، فقد لاحظنا زيادة متسارعة في حالات الإصابة مقارنة بالاتجاه الذي لوحظ خلال الأشهر الماضية. وأبرز أن المملكة تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السامية والتدبير الاستباقي للوباء من تحقيق نتائج مهمة في مجال مراقبة الوضع الوبائي والسيطرة عليه. وأكد السيد أيتس طالب في هذا الصدد أنه تم إحراز تقدم كبير في عملية التلقيح، مما مكن من تغطية حوالي ثلث السكان المستهدفين، مبرزا أن الأمر يتعلق بنتائج جد مهمة يجب تثمينها في إطار احترام الإجراءات الاحترازية التي بدونها نكون أمام خطر العودة إلى ارتفاع في حالات الإصابة. وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عادت إلى الارتفاع بتسجيل 776 إصابة جديدة، لترفع الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 531361 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.